هل وصل بنا التوجيه إلى هنا؟ تحد بين فريقين من المعارضين والمؤيدين لموضوع اعتماد معدل التوجيه فقط كمحدد لدراسة التخصص الجامعي. كل هنا أظهر حجته وموقفه أمام لجنة تحكيمية ضمن المناظرة الودية الختامية بين طلاب الجامعات. هذا المجلس يطالب بعدم اعتماد معدل التوجيه فقط كمحدد لدراسة التخصص الجامعي. بينفعش ننطلق من هاي المنطلق وإحنا مش عارفين وين بدنا نروح، في يعني فيش أي مقترح؟ لا، نعارض مقولة المجلس لأننا ندرك جيدا أن المنظومات بشكلها العلمي. معارضتنا لمقولة المجلس هذا نؤكد أنه التوجيه هو نظام موجود عليه سلبيات، لكن واقع شعبنا الفلسطيني للأسف يفرض عليه أن لا يملك طرف التجريب منظومات أخرى. نحن نمر بظروف صعبة، التوجيه موجود منذ عشرات السنين ونجح فلسطينيا بأنه يخرج أجيال فعلا متعلمة، ونسبة الإقبال عم بتزيد كل ما مالها في شعبنا على التعليم وعلى المنظومات التعليمية. إحنا كفريق مؤيد بنشوف أنه لازم يكون هنالك محددات أخرى غير معدل التوجيه، تخلي الطالب يكون ذو أهلية بشكل كبير أنه يدخل في التخصص اللي هو بتمح له، لأنه في كثير طلاب بتجيب معدلات عالية بس يعني بتكونش ذو أهلية كافية لأنها تدخل تتخصص الموضوع اللي رح تتخصصه في الجامعة. وتقام هذه المناظرات للعام الثالث على التوالي بتنظيم من مؤسسة فلسطينيات ولتعزيز أسلوب المناظرة والحوار بين طلبة الجامعات، حيث كان التحدي في مناظرة اليوم بين فريقين ضم 6 جامعات في الضفة الغربية. اليوم هي نهاية أو ختام مرحلة من مراحل المناظرات التي قامت عليها فلسطينيات لمدة 3 سنوات. نختتم هذه السنة بمناظرة طلابية تجمع مجموعة من الجامعات، عمليا 6 جامعات ضمن منتخب لنسميه منتخب جامعات يقدم المناظرة النهائية لهذا العام، تدشينا أيضا لمرحلة جديدة ستتم بالتعاون الكامل مع وزارة التربية والتعليم. أنا برأيي أهم عنصر أنا بطلع له كحكم هو القدرة على المحاججة، المنطق، قوة المنطق. هل لدى الطالب القدرة على التفكير بسرعة وسرعة البديهة للتفكير بحجة الآخر ورؤية ما إذا كانت هاي الحجة فيها نقاط ضعف أم لا؟ هذه القدرة على سرعة البديهة والمحاججة أيضا تعكس ثقافة. الفريق المعارض ربح. وفي الوقت الذي فاز فيه الفريق المدافع عن فكرة اعتماد معدل التوجيه فقط كمحدد لدراسة التخصص الجامعي، كانت مؤسسة فلسطينيات قد اختتمت يوم المناظرة في قطاع غزة بمناقشة ملف التفاعل مع صفحات الاحتلال الناطقة باللغة العربية، وهل هو ترويج للدعاية الإسرائيلية أم لا؟ جهاد قاسم، تلفزيون وطن، مدينة رام الله.